قتل 5 أشخاص ونجح حوالي 200 ساجن من بينهم عناصر إرهابية ليلة الخميس في الفرار من سجن تاجون غوستا في مدينة ميدان شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا. وعثر على جثة 3 من العاملين بسجن وسجينين 2 قتلوا إثر تعرضهم لحروق شديدة حسب وسائل الإعلام المحلية، فيما احتجز بقية النزلاء حوالي 15 حارسا كرهائن داخل سجن المكتظ. السجناء بدأوا تمردا احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي ما أدى إلى توقف محركة رفع المياه إلى السجن قبل أن يتحول الاحتجاج إلى عمل عنف واشتباكات مع حراس السجن. وأضرم السجناء النار داخل السجن واستفاد عدد كبير منهم من حالة الفوضى ونجحوا في الفرار، ومن ضمنهم 13 ساجنا من المحكومين الإرهابيين. وتم حتى الآن اعتقال حوالي 60 شخصا فيما تواصل قوة الأمن ملاحقة الفارين.